بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. انطلق بحفظ الله ورعاية الشوط الحادي عشر من أشواطنا في هذا الصباح ليكون خاتمة الأشواط المفتوحة. ومن بعد هذا الشوط تبدأ أشواط الإنتاج والمنتجين. يسير هذا الشوط مشاهدين الكرام بالإثارة والتحدي والندية بين شعارات أبناء القبائل التي تحضر في هذا السباق. سباقنا المحلي ثاني بأكبر مشاركة هنا على أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية التلاصيل. نتابع معكم أيها الإخوة الكرام انطلاقة شوطنا الحادي عشر بما يحمل من جديد الإثارة مع تحديات سن الثنايا وشوط يخص الإبكار. ومع الخمسة كيلومترات سنشهد أيضا قصة من قصص المنافسة والتحدي مع شعارات أبناء القبائل. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط لنتعرف على صاحبة المركز الأول. هذه الحذرة مشاهدين الكرام حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري يقدم الحذرة على مقدمة الشوط مع الانطلاق الأول في أول أمتارنا مع هذه الانطلاقة. بينما النقل إلى المركز الثاني سلهودة عبد الهادي بن جابر بن عبد الهادي بن حسين يقدم سلهودة في المركز الثاني مع هذه الانطلاقة. من الجانب الآخر شعار بن نايفة الذي بدأ يسير بتحدي تحديات ثالث المراكز من خلال تقدم وانطلاقة مشاهدين الأعزاء. الوجود من غيوض محمد بن عبد الهادي بن تريحيب بن نايف الهاجري يقدم غيوض على المركز الثاني والتي بدأت تغير إلى ثالث المراكز. ننتقل إلى المركز الرابع شعار الخزعليات الذي خطف نقطة في صباح هذا اليوم يقدم لنا انطلاقة المعمورة خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية منطلق مع المركز الرابع. وفي المركز الخامس على ما يبدو شعار بن مهيرة القادم في هذه اللحظات من خلال تواجد وانطلاق وتحدي جميل مع صدى علي بن سعد بن راشد العنزان النعيمي يقدم لنا صدى في هذه الانطلاقة. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء للمراكز الخمسة المنطلقة والمراكز الخمسة المتقدمة في هذا الشوط. ولكن هناك أيضا تغييرات وأسماء قادمة شعارات أيضا لم يحن موعد دخولها إلى عالم الإذاعة. ما شاء الله شوط في زحمة في زحمة في إثارة في منافسة حاضرة منذ البداية الأولى مع هذه الشعارات وتبادل المراكز السريعة على الخمسة المراكز المتقدمة. شوف مقدمة الشوط الحذرة 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 والتي تسير بحذر مع هذه الأمتار متقدمة في هذا الشكل الجميل والأداء المتميز على مقدمة الشوط. هذا هو شعار حمدان بن علي بن محمد الغفراني المري شعار بن حلفان يقدم لنا انطلاقة الحذرة على مقدمة الشوط. المبدع مشاهدين الأعزاء يقدم لنا هذا الانطلاق أو هذا هو مشاهدين الأعزاء شعار حمدان بن علي بن محمد الغفران المري يقدم لنا الحذرة على المقدمة والصدارة. أما في المركز الثاني نجد مشاهدين الأعزاء الانطلاق والتحدي الجميل من الجذابة. الجذابة يا سلام سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري في أول إذاعة للجذابة على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظات. بينما نتابع المركز الثالث شوف الوصول في هذه اللحظات والتقدم اللي نتابعه مشاهدين الأعزاء من قبل تواجد صدى علي بن سعيد بن سعد بن راشد العنزان النعيمي. ولكن من الجانب الآخر إنتاج وصلت في هذه اللحظة محمد بن عبد الهادي بن ذروة بدأ يقدم لنا إنتاج على مستوى المركز الثالث. وفي المركز الرابع شعار النعيمي ناخذ المركز الخامس وصول اسم جديد في هذه اللحظات القادمة مشاهدين الأعزاء. الوصول من جبارة جابر بن مسعود بن علي العتيق المري يقدم لنا جبارة على المركز الخامس في هذه اللحظات. وصلت الأسماء بدأت الشعارات بالظهور بدأ الجميع مشاهدين الأعزاء ينطلق نحو الخماسية المذاعة في هذا الشوط.
الصوت ما شاء الله الناموس يتجول مع هذه الشعارات. ولكن هنا مشاهدينا الاعزاء الحذرة لا زالت هنا على مقدمة الشوط في المركز الاول والصدارة الاولى حتى اللحظة. تقود هذه الاسماء منذ البداية الاولى ما شاء الله على انطلاقة الحذرة وتقدمها حتى هذه اللحظة. حمدان بن علي بن محمد الغفران المري يقدم لنا الحذرة وينطلق مع الحذرة في هذا الانطلاق الجميل. لكن الخطر من انتاج من ميمنة الميدان القادمة بشعار محمد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذلو الابريدي يقدم لنا انتاج ويطمع في ناموس هذا الشوط الابريدي مع انطلاقة انتاج. اما على المركز الثالث فالتواجد مشاهدين الاعزاء من صدى هناك مع النعيمي علي بن سعد بن راشد العزان. النعيمي يقدم لنا صدى على المركز الثالث. وفي المركز الرابع التواجد من الجذابة سعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري يقدم الجذابة على المركز الرابع. ولكن شوف التحرك ايضا والوصول من جبار لجابر بن مسعود بن علي المري. ولكن الاسماء القادمة شوف الشعارات الواصلة. بدأ مشاهدين الاعزاء التحدي في هذا الشوط. بدأت الاثارة هنا مشاهدين الاعزاء قبل الاعلان الاخير. يا سلام يا سلام من يبغى الناموس يتحرك نحو المقدمة. ما عاد فيها امتار باقية. نقترب من لوحة الاعلان نقترب من الكيلو متر الاخير. الله 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 بوابة الناموس بوابة الناموس وجسر العبور نحو خط النهاية. وهذه الحذرة حتى اللحظات في مقدمة الشوط وفي المركز الاول منذ البداية الاولى علامة فارقة في هذا الشوط. الحذرة حتى اللحظة اداها جميل وتحركها ممتاز في مقدمة الشوط. يا سلام يا الحذرة 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 في مقدمة الشوط بشعار حمدان بن علي بن محمد الغفران المري يقدم الحذرة في هذا الاداء الممتاز على مقدمة الشوط. اما في المركز الثاني انتاج بشعار محمد بن عبد الهادي بن ذروة. وفي المركز الثالث وصول في هذه اللحظات من توق القادمة في اول اذاعة حمد بن محمد بن جابر العاض المري. وفي المركز الرابع شوف الوصول من شعار هجن السيلية القادم مع الزبارة. الله 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 ما يبنى الهطال الا في هذه اللحظات. شعار هجن السيلية القادم بقوة على المركز الرابع. الله المركز الخامس من الجانب الاخر انطلاق يأتي من الجذابة في هذه اللحظات. شوف الصراع على ناموس الشوط. خمسة مراكز في موقع واحد دلالة على قوة المنافسة على قوة التحدي. ولكن الزبارة وهجن السيلية اللي غيرت في هذه اللحظات بقيادة براية. شوف الانطلاق وشعار هجن السيلية الذي يحضر دائما وابدا بنوعيات فاخرة. وهذا هو شعار هجن السيلية الذي يقدم الزبارة في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لشعار هجن السيلية الذي قدم الزبارة في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني كان الوصول من توق لحمد بن محمد بن جابر العاض المري. المركز الثالث من وصلت مشاهدي الاعزاء انتاج بشعار محمد بن عبد الهادي بن ذروة. المركز الخامس او المركز الرابع كان الوصول من الحذرة لحمدان بن علي بن محمد الغفران المري. والمركز الخامس المركز الخامس من وصلتنا مشاهدي الاعزاء الجذابة لسعيد بن راشد بن صالح الجربوع المري. هذه نتيجتها مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام. ولكن لنعود الى الزبارة وتوقيتها الزمني لحظة وصولها الى خط النهاية. قاطع مسافة الخمسة كيلومترات في 7 دقائق 50 ثانية 42 جزء من الثانية. تهانينا الهجل السيلية هذا الفوز والانتصار مع الزبارة التي حققت ناموس هذا الشوط. بينما المركز الثاني كان الوصول مشاهدي الاعزاء من توق وتوقيتها الزمني 7 دقائق التوقيت الزمني 50 ثانية 72 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن جابر العاض المري على فوز توق بالمركز الثاني. اما ثالث المراكز فوصلت انتاج مع شعار البريدي في 7 دقائق 51 ثانية 44 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي على فوز